مساء الخير عليكم. عنوان هذه الحلقة: أحتاج زوجة إلى جانبي. بالعادة اللي تيبغي تجوج تيقول باغي نتجوج. هاد السيد اللي معنا في هذه الحلقة قرر باش يقول أنه باغي نتجوج لأني محتاج مرأة تكون حدايا، وقالها هو في السجن. هاد القصة ديالو فيلم عجيب على جريمة قتل، ولكن الأهم ماشي هو الجريمة القتل، أهم هو مسار حياته في الحبس اللي قضى فيه مدة طويلة. نشوفوا قصة اللي فيها واحد التوبة عجيبة وإصرار من البطل ديالنا باش يتزوج واخا هو في الحبس، وكيفاش صيفطات له الأقدار أسهل طريقة وأبدع طريقة باش يتزوج. تابعوا هذه الحلقة، ولكن نسولوا الضيف ديالنا واش يبغي يبان ولا ما يبغيش يبان. تبغي تبان ويعرفوك الناس، ولا تتقول مع راسك لا ما نبغيش نبان وما بغيتش شي واحد يعرفني؟ لا، نبقى مضرق نعم اسمي. وعلاش؟ نظرا للظروف، ظروف ديال العائله والعمل وبزاف ديال المسائل اللي ما كترحمش. ديري الدار البيضاء دوز فيها اكثر من 30 سنه وانا باقي ما كاينش. ملي تزدت وكبرت شويه قرر باش يجيبني من البلاد. هذا غادي الدار البيضاء. الله يعاونك. واش ديري يا الدري؟ غسليني وجمعي لي حوايجات وراه غندي معايا. الدري راه باقي صغير. الدري كبر خصو يعاوني في الحانوت، وتما المدرسه قريبه غادي يقرا، ماشي بحال هنا ما كايناش الدوار كله خرج ما قاريش. جينا للدار البيضاء كنقرا وكنخدم معاه في الحانوت ديال تبقالت. اجي انت روح عندك شكاره تما ودوز تخدم. خبزه ودوزت معاه واحد المرحله طويله في هذا الميدان. من بعد بديت كنخدم انا بوحدي، الوالد مشى للبلاد، ولات عندي 22 عام في العمر ديالي،
قرر باش يجوجني. باك راه بغاني دا غادي نمشي عندو البلاد. ياك مامي مريضه؟ لا لا ماما هذا ما والو، انا عارف واش بغاني، بغى يزوجني، انا ما بغيتش نتزوج دابا. الوالد قاصح وصعيب باش تقنعو. اه والله يصوبو صافي. اللهم امين. المهم انا خليك في المحل هذا يومين، فضل لي البال مزيان. سير سير كون هاني. شوف راه خاصك تجوج. نتجوج؟ ماشي دابا الحاج. ماشي دابا انت، راك ماشي صغير. غير علاش؟ ما واجهش الحاج حتى العام الجاي. شوف اولدي، توكل على الله كلشي غادي يوجد. انت راك كتشوف، انت انا راه كبرت. بغيت تشوف حفيدي ضرو بيا. العام الجاي ان شاء الله. لكن العام الجاي اللي العام اللي موراه. صافي، دوينا. ملي شتو غادي يتقلق وداك الشيء وافقتو الراي وتزوجت هذيك المراه اللي اختاروا ليا. فبغى يديها معاه لكازا. مي انا جيت باش ندي معايا جميع الدار. فين باغي تديها؟ مدينه. يلا شهرين هادي باش مشيتي وجيتي باش تديها. جميعها بغيتها تبقى معايا هنا تعاوني. وفي الغد قرر يدوي مع بواه. حاج حاج اشنو؟ مولا ما بغاتش. انا اللي داوي ماشي امك. يلا سيرو ودي مرتك قدامك. ملي داك الحانوت ما بقاش خدم ليا طلقتو. واحد النهار انا جالس في واحد المكان داز عليا واحد مول الخبز، قال لي غنعت لك واحد المحل كاين عند واحد القاضي، راه المحل غادي يخدم لك مزيان وداك الشيء، دابا راه غمسدود، جيت عنده. قلت له اودي راه قالوا لي عندك واحد المحل، بغيت ناخذه من عندك. واحد المحل شتيه؟ واسع ومزيان وجا في مواقع مزيان، ما جبتش الصورت باش نوريك الداخل ديالو، وغدا ان شاء الله تجيب الحويجات ديالك باش تدخل. صافي؟ يلا، سلامة. المهم جبت واحد الدري خويا حيت كان خدم معايا في واحد الحانوت اخر، مشيت انا وياه نقينا داك المحل، جبنا السلعه شي حاجه من عنده شي حاجه من عندي وخدمنا، ودرت انا وياه تفاهمنا النهار الاول على النص اللي جاب الله، نقسموا انا وياه بالنص. وداك الدري خويا داير ليه الشهريه ديالو، خدامين هذاك السيد تا ياخذ اللي بغى من المحل، ما كندير معاه حتى شي حساب، كنحسب ليه السلعه بالثمن باش كناخذها. ولادو حاسبهم بحال خوتي، كنتعامل معاهم واحد المعامله مزيانه. خدمنا مع هذا السيد بالمعقول واختاريناه من دون الناس، لانه قلنا هذا السيد هذا رجل العدل وما غيضيعنا من حتى شي حاجه. عطاني واحد البيت وواحد الكوزينه في الجرده ديال الفيلا ديالو، قال لي هادي سكنه سكن فيها. الباب اللي تيدخلني للمحل ديال تبقلت كيدخلني حتى للسكنه. دوزت معاه واحد العامين في هذا المحل غادي مزيان، كنا كناكلو ونشربو في هذاك المحل. انا كنتقدى كلشي، هي ما تتخرج تقدى حتى شي حاجه، كطيب لينا الماكله ديالنا، كتصبر لينا حوايجنا. خويا كينعس في الحانوت وانا راه كنعس في السكنه ديالي، ما عندناش شي مشكل نهائيا. انا خويا الحمد لله ما عندي معاه حتى شي مشكل، كذلك المعامله ديالو مع المراه كانت المعامله ديال الاخوه، ما عنديش فيها نقاش وما عنديش فيها شك في هذه المساله نهائيا. واحد النهار في الصباح
فيقاتني المراه ديالي مع السبعة الله راه قالت لي نوض راني نسمع شي صداع في الحانوت. اش كاين؟ نوض سمعت شي صداع في الحانوت وتشوف اش كاين. الموس في صدرو حيدتو، كان عندي امال باش يتكلم شي هضر، ولكن مع الاسف ما هضرش. الوقت اللي شط الروح ديالو خرجات مشيت معانا يدي عامرين بالدم وداكشي، مشيت لواحد الروبيني غسلت يديا، من بعد رجعت مع الدوخه ما بقيتش عارف فين غنمشي. تلاقيت مع واحد السيد في الباب قلت ليه عافاك كلم البوليس. عيط للبوليس ولابيلونس، جات لابيلونس هي الاولى، هزو طلعوا لابيلونس قالوا لي تمشي معاه، قلت لهم نمشي معاه. بالفعل مشيت معاه انا والمراه واحد السيد اخر، مشينا للسبيطار اللي شافوا الطبيب قال لي هذا السيد واش عرفتي شكون اللي قتلو؟ قلت له نعم سيدي ما عارف شكون. قال لي خصك دير شي حل لراسك لانه راه غتكرفس الا ما عرفتي شكون. قلت له انا ما عندي ما ندير، غنتسنى البوليس حتى يجيو. شوف تكلم وقول الحقيقه، شي هاد الهضره كلها اللي قلتي راه ما غتخوش ليا الراس. البارح كنتي بوحدك في مكان الجريمه معاك حتى شي حد. مول الخبز قال بلي شافو حي، واللي حط الحليب حتى هو قال بلي شافو حي، والاخ ديالك ما عنده حتى شي عداوه مع شي حد. انت نيت قلتيها، الموس راه لقينا عليه البصمات ديالك، وهذا راه دليل ضدك. لا ما قتلتوش، مين كنشكيش على قتل خوه؟ والله ما قتلتوش. باين لي هذا غيتكرفس علينا، هذا راه غادي تجقر تجقر. قول بلي خوك كان كيتبسر على مراتك ولا ما قدرتيش تقولها؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا غير بان يا خويا طايح في الارض بغيت نحيد ليه غير الموس بغيت غير نخفف عليه شويه من العذاب. لا والله ما قتلتو، انا اللي ما كنفهمش، انا اللي صقعو ما كنفهمش. باين لي انت ما باغيش تتكلم، غادي نهبطوك تتقر. هاد الجريمة وقعت في عام 1996، حقوق الإنسان ما كانتش كتحترم في ذاك الوقت. هبطوني اللكاب، بدا التعذيب، مشت أنواع ديال التعذيب شتهم، اللي ما نبغيش لأي إنسان كيما كان النوع ديالي يشوف داكشي اللي شفت واللي داز عليا، من كريك، من الماء، من جميع الانواع ديال التعذيب اللي ما يتصوروش الانسان على البال. شتهم في هذيك الكوميسيريه، حتى وليت الحميمه ما بقيتش كنحس به، ما بقيتش كنقدر نزيد، وليت كنتهز وكنتلاح بحال شي فروج. كيهزوني غير هذوك السجناء اللي لقيتهم في الكوميسيريه، ملي كيلوحوني في الباب هما اللي كيهزوني يركنوني في القنف. من بعد قلت لهم اي حاجه بغيتوني نديرها نديرها، ما بقاوش تعذبوني صافي. عييت اي حاجه بغيتوني نسنيو عليها نسنيو عليها نسني عليها، اي حاجه قلتوها ليا نديرها. قالوا لي صافي، قلت لهم صافي. طلعوني عند الكوميسير، قلت الكوميسير غادي يحن فيا، ضربني حتى طحت من فوق الكرسي اللي انا كنت جالس عليه. ما بقى عندي على من نشكي وما بقى ما كاينش، صافي وليت كنقول اي حاجه كنقول ايه. حتى من البصمات ملي غنبصم في داك الدوسي ضربت في يديا. داوني لعند الوكيل الملك قال لي شوف الا كنتي داير راه قول لي راه غندوزك عند شي قاضي غيحن فيك. قلت له انا راه ما دايرش. Thank you.
عاوني عند قاضي التحقيق الاول، فشاف الحاله ديالي ما قبلنيش، قال لي هذا السيد ديوه ما نقدرش على التقليد ديالو. داوني عند واحد اخر استقبلني بكل فرح وتكلمت معاه. من هذاك وانا جالس عند قاضي التحقيق دخل هذاك الرجل ديال العدل اللي كنت معاشر معاه، مشى عنده هضر معاه، هضر لي في ودنه شنو قال لي الله اعلم. اللي بغى يخرج لازم الحدايا، قلت لي الحاج اداهاش فيا. ملي خرج سولني قاضي التحقيق قال لي المفاتيح ديال المتجر بحال هكا، قلت لي راه عند البوليس ما عندي والو. انا صمت الاقوال ديالي، قال لهم ديوه. خرجوني قدام الغرفه ديال قاضي التحقيق، جلسوني تما شي عيالات جالسين، كنت كنزوق فيهم. قلت لهم الله يجازيكم بخير، انا راني مظلوم. ديروا غاشي كسعه ديال الطعام وديوها للمسجد، قولوا للناس يدعوا معايا لانني مظلوم. داني هذاك المدير الحي اللي كان كيحكم فيه غرفة ثلاثة، جناح أربعة، لقيت فيها الناس طيبين، استقبلوني واحد استقبال مزيان، عطوني الفراش، الماكلة موجودة. دوزت معاهم واحد المدة، جاب ليهم الله الفرج، بقيت كاين لا حنين لا كريم. الوالدين اللي سقوا الخبار ما بيديهم حيلة، ما عندهمش غالب الله. صبرت وغادي وكنكمل على صبري. جاء النهار ديال المحاكمة، عيط لي الرئيس ديال المحكمة قال لي اش كتقول في هذا الشيء. قلت لي انا سيدي راني ما داير والو في هذه الجريمة، راني ما ارتكبتها، ما عندي بها حتى شي علاقة. قال لي عندك اعتراف ديال البوليس. قلت ليه الانسان ولو يكون مصنوع من الحديد غادي يقول داكشي اللي ما عمرو دارو. وبديت كنطلبو وكنبكي. قال لي شوف انا ما تبكي عليا، ما تشكي عليا، ما والو، الدوسي ديال البوليس غنطبقو عليك. امراته اش كان موقفها من هذه المصيبه اللي طاح فيها رجلها؟ المراه في الشهاده ديالها لا عند البوليس كانت كتقول لهم بان هذا السيد راه بريء من الدم ديال خوه، ما عنده حتى شي علاقه بالجريمه، راه انا اللي فيقته من الناس. وكذلك عند وكيل الملك، اللي انتقلنا الدولة عند وكيل الملك، صرحات بانه انا ما عندي حتى شي علاقه بهذا الشيء، انا سمعت الغوات في الحانوت وفيقته. وملي مشينا للمحكمه في الجلسات اللي كنت كندوز وكنت محتاج للشهاده ديالها، هاد المراه ما حضرتش غير باش تقول الشهاده ديالها، توقف في جنبي، لان الانسان اللي كتعاشرو وبالاخص المراه ديالك في هاد الحزه خصها توقف معاك. ما وقفاتش معايا، عيط لي الرئيس قال لي شوف المحكمه كتحكم عليك ب 25 سنه. قتل الوعي ديالي، طحت، خرجوني رجال الامن من تما وداوني للسجن. مرضت، خرج فيا الحبوب كبير بزاف، الدات ديالي تقريبا كلها كيتفقز داك الشيء، ونظرا للفقسه اللي كانت فيا ومحني
توليت ما بقيتش كنقدر نلبس حتى الصنداله، كنمشي حفيان، ما خلاو الدواء حمر صبغوني به، ما خلاو اي حاجه. المهم ما المهم داك الحبوب محني لواحد الدرجه ما كتصورش. كيف لي هاد خونا مصيد اصاحبي؟ نادم ما تقدرش تحكم عليه تقول مصيد ولا مصيد. شكون الحبوب تفرقا لي في وجهه بالفقصه؟ وتا المصيبه الكحله هي اللي صبح لك ميت غدا. دراري خاصنا للطويل. كانت عزيزه عليه واحد المكانه حيت كانت كتذكرو بخوه، كان كيخبيها ومره مره كيلبسها. واحد النهار وانا باقي مريض خرجت للساحه تندور، ملي سالى الوقت ديال الاستراحه جاو الحراس صفروا علينا باش ندخلوا، وداك الباب اللي تيدخلنا كيكون فيه ازدحام. الوقت اللي فت الباب كنضرب على يدي كنلقى الساعه ما كايناش. شكون اللي كان في جنبي؟ كان في جنبي واحد السيد سميتو عبد اللطيف، الله دابا راه في دار الحق وحنا في دار الباطل. مشيت للحارس قلت ليه الساعه راه مشات ليا. قال لي شكون داها لك؟ قلت ليه فلان جا لعندو. قال ليه الساعه، صرف قوه يفبد الساعه عطاها ليا، جروه داو ربطوه في واحد الكرياج، حيدوا لي حوايجو بقاو كيضربوا فيه. مشيت انا باش نطلب عليه قالوا لي سير بحالك، خديتي الساعه ديالك صافي سير بحالك. دازت الايام مشى ترونسفير هو، داو للسجن المركزي في القنيطره. صح، وندمج مع المساجين. انا ما قتلتش خويا، انا راضي بقدر الله، ولكن حاجه وحده ما تحملتهاش هو ذاك القاضي اللي كنت معاه في المحل ما وقفش معايا، ولي غلقني انا حاس ما عارفش علاش. انا درت وهذا دار وانا عارفك ما درتش والو، ما تعصرش القلب. حاجه اخرى مراتي عمرها ما جاتش عندي، الشفاره قتاله بزنازه غير كيجيو عندهم عيلاتهم، انا اللي علاش؟ واش كنتي كتضربها؟ كنتي كتكرفس عليها؟ انا عمرني ما ضربت ولا تكرفست عليها، با هو اللي بزز عليا. انا ماكنتش باغي نتزوج، كنت نختار النهار اللي نبغي نتزوج نختار مع راسي، اللي توقف معايا نوقف معاها. انا تصيدت جوج مرات، تصيدت في المراه اللي تزوجت بها، الجريمه اللي ما ارتكبتهاش. جا النهار الصفير اللي غنمشي فيه انا للقنيطره، الوقت اللي عيطوا ليا كنت نتفاجئ بالسجناء هازين واحد المانتا و تيدورو بها الزنازين، تيقولوا لهم فلان راه غادي يمشي ترونسفير. كل واش كيلوح في ديك المانتا جمعوا لي السلعه، ديت معايا واحد الخمسه ولا سته الكرتونات ديال السلعه، مشيت ترونسفير. كندخل للسجن ديال القنيطره وداوني للحي ديال الاعدام، انا ما غاديش نسكن تما، غنريح تما مؤقتا بما وجدت لي البلاصه. الوقت اللي تحل الباب ديال الزنزانه باش غندخل ضرب على السي عبد اللطيف، كنشوف السيد ما انا نقول لا ما ندخلش، قلت بسم الله ودخلت، غير رجليا كملوا لداخل في الزنزانه ضار عليا الساروت، ما عندي ما ندير. مرحبا. سلام اخويا. ما قلتيش عليا؟ لا ما عرفتكش. شوفو كان ما قلتيش عليا؟ لا. حل واحد الباطا ديال السردين، عطاني الخبز، عمر لي اتاي، كليت ساليت. قال لي عقلتي عليا؟ قلت لي الله ودي عقلت عليك سي عبد اللطيف. قال لي عرفتي علاش سمحت ليك؟ قلت لي علاش؟ قال لي حيت جيتي طلبتي عليا وضاروا فيك. داز الوقت لا ريحت معاه، جا الحلال ديال الساروت حلو عليا، فاش بغاو يدخلوني العشيه لعندو قلت لهم لا، اي بلاصه تديوني ليها انا قابل، هذيك الزنزانه ما تديونيش ليها. قالوا لي علاش؟ قلت لهم هذاك السيد ما نعاودش نمشي عنده. عاودتهم قلت لهم بانها طاري ليا معاه وطاري ليا معاه، المهم ما تدخلونيش عنده لان خفت من اللي يقتلني. ما عرفتش ربما يكون مثبتني بهذاك الشيء اللي دار معايا بنهار يخليني تنعس ينوض ليا. داوني زنزانه واحده اخرى، دوزت في هذاك حي الاعدام
15 يوم ولا ما يزيد عليها. حسين يلا تعال عفالك الله مزان عليك. تحلات هذيك الباطنه داوني ليها وانا ساكن في ديك الزنزانه حنا شحال من واحد. ديك السلعه اللي احتاجيت ليها ما لقيتهاش حيت الكراطن باقي كتشوف الكراطن محطوطين هما ولكن راه خاويين كيتحلوا من التحت. الكرتونه كيبقاو يجبدوا منها كيخليو فيها شي حاجه قليله كيتحولوا لوحده اخرى تبقى داك الشيء كله خاوي. الوقت اللي وقفت انا على هذا الشيء ما لقيت حتى حاجه انني وليت كنبغي ما كنلقى ما ناكل. كنطلب الطحين اللي كيعجنوا به الخبز في الكوزينه وكندوروا في الماء ونشربوا. وكان نكون نهضر مع شي ساجين كيقول لي شحال باش تحكمتي كنقول ليه كيقول لي حس براسك ميت. ولكن انا ما كنحسبش راسي ميت كان ديما عندي امل في الله سبحانه وتعالى وكنطلب الله في كل وقت باش تبان الحقيقه نخرج بحالي ولي يجيب الله الفرج. باش باش تعي معايا تلقى الله صلاحي. هلا انا الدعاء ديالي ما كيترفعش وزاد جات صدمه كبيره. تنارك صاحبي على الحاله كامله مالك مرة لقاتني وانت والله تتهنيت يا صاحبي. لا تبقى في الحال ماشي حيت لقاتني حق هذاك ولكن خصني نقول با انا اللي غنتزوج ماشي انت. الا شهدت الوالدين في هذا الشيء كاين معقول والله يرحم ونهار اللي غادي نخرج غنشوف شي مرة راسي اللي وقف معايا وقف معاها. واحد النهار تلاقيت مع واحد السيد في المسجد عاودت ليه قلت ليه ودي راه هذاك الشيء اللي كان عندي ديك السلعة اللي كانت عندي وهذا كل شيء مشى ليا. قال لي شوف غتنوض وغتحيد ديك تابو جديد ديالك وديك الحشمة ديالك وداك الشيء كله غتحيدو وغتخرج تبيع وتشري في السويقه.